السلام عليكم. الوليد خرج سدري حسن، انا الام ديالو فلاح خديجة. هاد الوليد تيخرج بالعقلية ديالو، تيخرج تيعقب. هاد المرة مشى للرحمة، مبقاش عقب ليا ولدي، خطفوه ليا. انما ما كلش يا ولدي، واخا مريض راه تيعقل. او تنطلب منكم الله، مشيت للبوليس، مشيت للامور، مشيت لاي بلاصة، حتى بلاصة ما لقيت فيها. طيت من الليل حتى حاجة ما لقيت ولدي فيها. طب تنطلب الله، شوفوا معايا كيديروا على هاد الولد ولدي، راني مشوية من جهتو. الله يكثر خيركم، واللي هو عارفو فين كاين ديروا بالرقم التليفون. الله يرحم ليكم الوالدين. راني تشويت على ولدي، راني تشويت، ما خليت فين جريت لدابا. انتم تتجاوبوا فيا الحاله كي دايره، راني باقا بجلابيتي، راني ما بقيت ناكل ما تنشرب. الله يكثر خيركم، الله يجازيكم بخير. مشى عند اختي الرحمه، عيطت لي الاخت ديالي، قالت لي ولدك واش ما جاش؟ قلت لها لا. قلت لي راه مع تسعود، راه خرج ما بقى عقب الدري. إذن انا ما تيتسماش راه تالف ولادي، راه بالعقليه ديالو راه مخطوف ليا وليدي. اليوم 4 ايام هادي من نهار الخميس تخطب ليا. عادي عادي تنعيش مع ولدي، تيعقل تيخرج زعما، عادي تيوقف تيمشي تيرجع، ما عمرو طرى لي هاد المشكله. هادي راه خطيطه، فراه ماشي هو العقليه ديالو، زعما ما عندوش العقال ولا. انا بلي تنطلب الله اللي شافو يتصل بنميرو التليفون. هذا هو اللي تن، هذا هو البكر ديالي المسكين اللي عندي، هذاك هو عينيا، هو باش عايشه، باش عايشه بهاد الوليد. انا عايشه معاه، هذاك الوليد هو عيني، هو عقلي، هو كلشي.